passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. خدمت مع 20 سنة شافة شفت معاملات كانت بتاعه قاسية يمارس علينا في الإرهاب اللي كان يمارس فيه بن علي في الشعب بتاعه كيف اللي احنا اللي كنا نشوفه شفنا في المعمرة. المرأة تجي توقف مثلا تتعاقب توقف تحت الحيط يعيط عليها وتوقف بالساعتين ساعة خمسة سوايع ساعة نهار كامل تقعد واقفة ويا ويلها كانت تتكلم. بعضها يسوق المعمل من عنده هو كان يشوف المعمل من الماتريال اللي نخدموا فيه معناتها الماكينات كيفاش هما والكراسي كيفاش هما معناها السوق معناها مستوى لا نقول لك شوف المعمل كيف هو ورضينا بيه هذا كل خبزتنا ومعنا معناها نخدموا وهذاك هو يلزمنا نخدموا في الظروف. عمري 14 عام وعندي 12 عام نخدم وظروف الخدمه قبل كانت خايبه ياسر قاسيه ياسر احنا وقفنا معناتها وشدينا صحيح وعملنا نقابتنا وكساعات بدت برشا حوايج. انا صاع البنات اندمجناهم في النقابه بالسياسه. صدقني وقت الفطور ما نفطروش. البنات نبدا ندور عليهم بالوحده بالوحده. صدقني حطني في طاوله وحدي باش حتى وحده ما تقربني. فهمنا في الجلسه الاخرانيه باش نرجعوا نخدموا ونعاونوا احنا بعضنا البنات نتحدوا مع بعضنا ونخدموا بمعناتها باش نجموا نخلصوا رواحنا. وضحينا برشا حوايج معناتها رجعنا من غير حتى شيء من غير فلوس باش ترجع المؤسسه نتاعنا توقف على رجليها وحبينا نوقفوا المؤسسه نتاعنا وهذاك احنا شنو اهم حاجه ان نرجعوا نخدموا. بالنسبه للدوره نتاعي انا ديجا شاده الاداره شاده كل شيء في المعمل مش حاجه جديده والدوره باش نقوم بيها معناها باش ندخل يمكن اكثر حاجه في مسؤوليه في السيوله في خلاص البنات هو كالعاده مش باش تبدل حتى شيء فما جيست انا هو يخرج شويه على العرف والمسؤوليه وكذا. دامنا عنا العزيمه ذي شدينا عزيمه باش حنا المعمل بتاعنا يرجع يخدم نجمو معناها نطوروا المعمل ونخلصوا رواحنا. Découvrons-nous des milliers, levons nos femmes.